ونبقى في أعمال الخير الرمضانية، ومن تكريت إلى قضاء سامراء، فللموسم الرابع على التوالي يقدم المطبخ الخيري آلاف وجبات الإفطار المجانية لأهالي المدينة والوافدين إليها، بالإضافة لتقديم موائد لدور المسنين والأيتام وذوي الإعاقة، مع تثبيت أسماء قرابة 300 أسرة متعففة لشمولهم بإيصال وجباتهم بشكل يومي خلال شهر الصيام. ويعتمد المطبخ على تبرعات أصحاب الخير والمحسنين للمشاركة بأجري الصدقة وإفطار الصائم. المطبخ الخيري الأول في مدينة سامراء المباركة يقدم للموسم الرابع على التوالي 1445 لشهر رمضان المبارك، حيث يقدم يوميا بما يقارب نصف طن من الدجاج المطبوخ أو المشوي مع البرياني أو الأرز الأبيض. طبعا بلغ عدد العوائل المستفيدة من المطبخ الخيري 266 عائلة من هذه المدينة والوافدين إليها، بالإضافة إلى تجهيز النقاط الثابتة من دور الأيتام للذكور والإناث ومركز ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك تجهيز الطلبة الوافدين إلى جامعة سامراء وكلية الإمام الأعظم للأقسام الداخلية. كذلك يجهز يوم واحد في الأسبوع لمراكز تحفيظ القرآن في شتى أرجاء المعمورة. المطبخ الخيري يكون سباق في كل يوم وفي كل موسم أن يقدم لأهله مما يأكلون القائمين في بيوتهم والمنفقين والمتبرعين. والله يبدأ الطبخ عندنا من بعد صلاة الفجر وما نطلع إلا الساعة 2 بالليل يومية، على جرة واحدة نهيئ الطبخ بالليل، نهيئ الغراض مالتنا مثل الدجاج، المعجون، التمن، الدهن، نروح نرتاح لحد الساعة بالأربع إلى خمسة الصبح ونرجع نطبخ. يبدأ الطبخ عندنا من ساعة بالستة الصبح إلى الساعة بالثلاثة ونص. الكميات أقل كمية نص طن دجاج، أقل كمية نص دجاج، نص طن دجاج و250 كيلو تمن. عدد المستفيدين بحدود يعني البارحة الجري عندنا وصل إلى 265 عائلة. الحمد لله رب العالمين، بتضافر الجهود وبتكاتف جميع الإخوة، الحمد لله رب العالمين، ها نحن نقدم يوميا ما يقرب ل 3500 نفر من الطعام، من الفطور نقدمه لهم، لا نريد منهم جزاء ولا شكورا. الآن نحن المسجل عندنا، المثبتين عندنا 266 عائلة، هذه مثبتة ولهم باجات، أما غير المثبتين لكنهم متحرى عنهم ومسؤول عنهم مثبت تقريبا 200 عائلة، فالمجموع الذي نوزعه يوميا تقريبا 466 عائلة إلى 500 عائلة، والحمد لله رب العالمين، الكل متضافرة جهودهم لكي يغيثوا هؤلاء في شهر رمضان المبارك، شهر الخير والعطاء، هذا الشهر الذي كان فيه رسول الله كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، كأنه كالريح المرسلة عليه الصلاة والسلام.